السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من مهارات حياتية نبثها عبر صفحة غصن زيتون عبر الفيسبوك. طبعا معكم دوما وسيم شمدين، لنستكمل هذه الحلقات التي إن شاء الله نأمل أن نقدم ما فيها مفيد ومثمر لكل الناس على كافة الأصعدة، شباب وشابات، كبار وصغار. نأمل أن نكون أقرب إليكم في كل حلقة، أن نقدم ما هو مفيد، ما هو مثمر، ما هو يساعدكم على الانطلاق نحو الحياة بشكل أفضل وبشكل أكثر إيجابية. دوما نطمح من هذه المهارات أن نقدم أفكار من شأنها أن تساعدكم على أن تكونوا أكثر نضجا وأكثر تعاملا مع مطبات الحياة والعقبات والتحديات التي تواجهنا. طبعا نحن نتحدث في هذه الحلقة، وهي الحلقة 11، ولكن نحن نتحدث في سلسلة عن كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية. هذا الكتاب لستيفن كوفي الذي فعلا هو غير الكثير وغير من أفكار الكثير، وجعل من هذه الأفكار أن تساهم بشكل أو بآخر في أن ينطلقوا نحو انطلاقة جديدة، نحو حياة ملؤها التفاؤل والعمل والاجتهاد والنضج، وأن يكونوا أكثر وعيا وأكثر امتلاكا لعادات تساعدهم بشكل أكثر إيجابية لأن يتجاوزوا عقبات الحياة وأن يحققوا أهدافهم وأن يطمحوا إلى أشياء ما كان لهم أن يطمحوا بها لولا أن قرأوا هذا الكتاب وكتب أخرى. لكن بهذا الكتاب هناك عادات سبع، تحدثنا عن العادة الأولى والتي هي كن مبادر، وشكرا لكل الذين هم مبادرون الآن وهم معنا على هذا البث المباشر. والعادة الثانية التي تحدثنا هي ابدأ والغاية في ذهنك، إلى أين سوف نصل، إلى أين نطمح أن نكون في هذه الحياة، لما نحن موجودون في هذه الحياة، ما الغاية من وجودنا في هذه الحياة، ما الرسالة التي نحن نود أن نوصلها للناس ولنا كأشخاص، نريد أن نحقق أهداف، نريد أن يكون لنا طموحات رائعة، أحلام عظيمة، كلنا لديه الأحلام حقيقة، وكلنا يمتلك أشياء يرغب أن يحققها، ونود أن نساعدكم بهذا الشيء وأن نمدكم بهذه العادات التي تحدث عنها ستيفن كوفي. اليوم وصلنا إلى العادة الثالثة، وهي الأهم أولاً أو الأهم قبل المهم. في كثير من الأحيان نرى أننا يعني نتعب ونعمل ونجتهد، ولكن في نهاية الوقت لا نجد نتائج، لا نحقق هذه النتائج التي نحن نبحث عنها. ترانا مضغوطون كثيراً في العمل، ولدينا التزامات ولدينا أشياء، نضغط في العمل على حساب حياتنا الشخصية، على حساب العائلة، على حساب الصحة في كثير من الأحيان، ولكن لا نجد أي نتائج. لماذا؟ لذلك يقول جوتا الفيلسوف الألماني: يجب أن تأتي الأشياء المهمة دوما قبل الأشياء الأقل أهمية. علينا أن نرتب أولوياتنا، علينا أن نضع هذه الأولويات في جدول وننظم هذا الوقت، لأن التنظيم في الحياة هو شيء أساسي جدا، وهو جزء وركن من أركان النجاح التي تحدثنا عنها فيما مضى، والتي هو التنظيم، هو ركن يتحمل جزء كبير 25% من أي نجاح في الحياة. ينبغي أن ننظم حياتنا. في حياتنا الكثير من الأعمال والمشاغل، دراسة، عمل، زراعة، تجارة، اهتمامات شخصية، عائلة، صحة، سعادة، لكن ننشغل ننشغل وننشغل ونجد أنفسنا في نهاية اليوم ليس لدينا الوقت الكافي لإنجاز كل هذه الأوقات، هذه الأمور المهمة، أو بالأحرى نرانا مشغولون كل الوقت لكن لا نتائج على أرض الواقع. دوما ضغط العمل يسيطر علينا، دوما متأخرون في الدراسة، دوما ننتظر وقت الامتحان ونرى نبدأ ونركض، في الغد في امتحان أريد أن أدرس كل المادة وأريد أن أحصل هذه المادة، ويكون نحن أصبحنا في حالة الأزمة أو الطوارئ، أو غدا لدي مقابلة عمل مهمة جدا لكن لم أعمل ولم أصنع لها شيئا. لذلك ينبغي أن يكون لدينا تنظيم لهذا الوقت لكي يكون لدينا النشاطات، لكي يكون لدينا المستقبل أفضل. المستقبل مرهون بالأشياء التي نعملها اليوم، المستقبل مرهون بالأشياء التي نقدمها اليوم، المستقبل مرهون بالأشياء التي نتعلمها اليوم، المستقبل مرهون بالأشياء التي نتقنها اليوم. الإتقان شيء أساسي جدا في التعامل مع كل متطلبات الحياة. اليوم نحن في حالة من الدوران المستمر للمعرفة الذي كنا نعلمه أو منذ سنتين أصبح من الماضي، لا جدوى منه. قد نستخدمه ببعض الأشياء، لكن حقيقة
المعلومات لديها دوران بشكل سريع جدا جدا جدا، وبالتالي علينا أن نحن ندور مع هذه المعرفة وأن نتطور مع تطور المعرفة، أن نتطور مع تطور التكنولوجيا، أن نتطور مع استخدام الوسائل الجديدة من الإنترنت وما غيرها، أن نتطور مع المعلومات والدراسات والآليات والأدوات الجديدة التي من شأنها أن تساعدنا بشكل كبير جدا. لكن قبل كل شيء، في العادي دوما أنتم تسألوني، لكن أنا أود أن أسألكم اليوم سؤالين مهمين جدا جدا، وأتمنى كل شخص أن يجيب على هذين السؤالين لنفسه. أتمنى أن يكون هناك ورقة وقلم أن نجيب على هذا السؤالين، راح نشوفهم في نهاية الحلقة كيف إحنا لازم نجاوب عليهم. السؤال الأول، ما هو الشيء الذي يمكنك عمله الآن ولا تفعله؟ ما هو الشيء الذي يمكن أن أعمله الآن ولا أفعله، والذي إذا انتظمت على فعله سيحدث فرقا هائلا وإيجابيا في حياتك الشخصية؟ لازم أعرف ما هو الشيء الذي أنا قمت به. هل هو دراسة؟ هل هو تحضير كورسات؟ هل هو تعلم مهنة جديدة؟ هل هو زراعة؟ اليوم أنا أمارس الزراعة. هل هو أمارس تجارة، مهنة معينة؟ ما هو الشيء الذي إذا تعلمته اليوم أو فعلته اليوم وانتظمت على فعله بشكل استمرار، يعني ممكن اليوم أنا عندي تعب بالصحة، لكن ما هو الشيء الذي يفيد هذا؟ الرياضة. إذا مارست الرياضة خلال فترة من الزمن يعود للصحة، ينخفض الكوليسترول، يتحسن ضغط الدم، تتحسن الحالة النفسية، تتحسن المعنويات، كل هذه الأشياء مسعى على هذا المستوى. اليوم أريد أن أحصل على وظيفة، وحلم كل واحد، وأتطرق لهذا الأمر لأنه هو واقع الحياة الذي نعيشه نحن. لكن ما هو الشيء الذي فعلته بانتظام اليوم يمكن عمله ولا أعمله اليوم حتى أحصل هذه الوظيفة، حتى فترة ممكن أقعد 6 أشهر أو سنة؟ ما هو الشيء الذي يضيف لي هذه القيمة؟ عندما أعلم هذا الشيء سوف يكون لدينا نتائج أخرى. السؤال الثاني، ما الشيء الموجود في عملك الآن أو حياتك المهنية والذي من شأنه تحقيق النتائج نفسها؟ سؤال للمقارنة بين السؤال الأول والسؤال الثاني، هل في شيء اليوم في حياتي المهنية أو في عملي أو في دراستي أو في تصوراتي كلها من شأنه أن أحقق نفس النتائج؟ إذا في شيء، إذا علي أن أعمله، في شيء علي أن أحسنه، في شيء قريب من هذا الأمر علي أن أطرحه بشكل أفضل وشكل إيجابي أكثر. العادة الثالثة هي التطبيق العملي. اليوم العادة الثالثة الأهم، أولاً حياتي مرتبة على أولويات، مهم، أهم، أقل أهمية، وما إلى ذلك. العادة الثالثة هي التطبيق العملي للعادة الأولى والثانية، حيث العادة الأولى هي المبادرة، تحدثنا عنها، يعني أنت المسؤول وأدركت أين أنت وماذا تريد. هذه العادة الأولى، ماذا أريد؟ أنا أريد أن أنطلق، أريد أن أكون لدي صحة جيدة. العادة الثانية هي الابتكار الأولي، أي الابتكار العقلي، أنه أنا وضعت الهدف في ذهني، إذن واتضحت لي الصورة، أردت أن أعرف 1000 ميل أين سوف تكون نهاية 1000 ميل، وبأي اتجاه، غربا، شرقا، جنوبا، شمالا، وبالتالي أعرف إلى أين سوف أسير. بينما العادة الثالثة هي تكون الابتكار الثاني أو الابتكار المادي، وهي بداية العمل، أنه أنا رتبت أوراقي، عرفت هدفي، أريد أن أغير من حياتي، فوضعت هدف، اليوم علي أن أنظم كل الأمور التي تحقق لي هذا الهدف وتسعى لأن يكون لدي هدف. لا يمكن أن يكون هناك عادة ثالثة أبدا ما لم يكن هناك عادة أولى وثانية، ولا بشكل من الأشكال. هناك ترى الكثير فعلا يجتهد ويريد أن ينظم أولوياته، لكن ينظم أولوياته بناء على الأزمات التي تواجهه، بناء على المطبات التي تواجهه العاجلة، وسوف نرى ذلك بشكل أكثر إن شاء الله. لذلك قوة الإرادة المستقلة هي الشيء الأساسي، بالإضافة إلى الوعي الذاتي بإمكانياتي، بقدراتي، بما أمتلك. أنا شاطر بالمحاسبة، أنا شاطر بالتمريض، أنا شاطر في القراءة، أنا شاطر في الإلقاء. ما هو الخيال الذي أمتلكه؟ ماذا أتخيل لحياتي وأتصور لحياتي أين سوف أصل؟ وما هو الحلم الذي أبحث عنه؟ كلنا عندما نغمض عيننا لدينا تخيل، لدينا حلم، لدينا شيء نبحث عنه حقيقة لكي يحقق لنا الأشياء التي نبغاها. فدوما عندما نغمض عيننا نحلم، وأحلام اليقظة بيسموها، وهذه الأحلام حقيقة هي رائعة جدا، وهي العقل الباطن الذي يمارس هذا. لكن هذه الأحلام تحتاج إلى أن نغذيها بأشياء عملية، ولا أن نبقى أن نحلم. لذلك يقال، ويقول برايان بارسي، علينا أن نكتب، علينا أن نكتب الأهداف على ورق. ما لم نكتب الأهداف هي عبارة عن أمنيات، هي عبارة عن، تسأل فلان ما هي أهدافك في الحياة؟ لدي أهداف كثير. هل هي مكتوبة؟ لا، لست مكتوبة، لكن أنا حافظها وأنا كذا. أبدا أبدا، هي عبارة عن أمنيات. لذلك من المهم جدا أن نكتب الأهداف على ورقة ومن ثم ننطلق إلى العمل. فلذلك فالإرادة المستقلة هي الموهبة
البشرية الرابعة، والتي هي القدرة على اتخاذ القرارات والخيارات والتصرف وفقا لها. عندما هنا أريد أن أنظم، أنا علمت أين سوف أصل، فإذا أنا أريد أن أنظم، ما هي الإجراءات التي توصلني إلى الهدف؟ ما هي الإجراءات التي لا تخدمني بالهدف؟ ما هي الأولويات بين هذه الإجراءات؟ هل أنا أنطلق في البناء قبل أن يكون هناك مخطط؟ لا يمكن، علي أن أخطط أول شيء البناء وأضعه على الخريطة ثم أنتقل إلى البناء. لا يمكن أن أبني الطابق الرابع ما لم يكن هناك طابق أول وثاني وثالث، بكل صريح العبارة. هذه نحن نعيشها بالبديهية. لا يمكن أن نحصد اليوم الزرع ما لم أزرع. في شيء اسمه قانون الحقل أو الزراعة، واللي هو في شيء أنا بعمله في البداية بعدين بيكون في النهاية. فلذلك لازم ركز أنا على الأشياء التي اهتم فيها في حياتي. والإدارة أو الإرادة الفعالة هي البدء بالأهم فالمهم. فإذا كانت القيادة هي التي تقرر الأشياء التي تأتي في المقام الأول، القيادة هي التي تقرر الأهداف والغايات التي ترسم الصورة الكلية لحياتنا، لكن فالإدارة هي التي تضع الأولويات يوما بيوم ودقيقة بدقيقة، والإدارة هي الانضباط الذي نحن نبحث عنه. إذن القيادة هي التي توضع لنا التصور. أنا حابب أدرس طب، وأنا عم بدرس واجتهد في البكالوريوس اليوم، لكن الإدارة ما هي الأولويات التي أقوم بها اليوم؟ أنا اليوم في منتصف العام الدراسي، فإذا أنا أولوياتي أن أركز على دراستي في هذا الوقت. لا يمكن أن أحصل على الطب وأنا أدرس يوم الامتحان فقط، أبدا. هنا تنظيم الوقت، تنظيم الساعات، ترانا يوما بيوم نقوم بدراستنا، كم ساعة لدي في اليوم وما إلى ذلك. هذا الذي نحققه. الكثير يقول اليوم ممكن نحن ندرس ساعات قليلة أو ساعات كثيرة أو لدي هدف، أبدا. إذا أردت الطب فيحتاج إلى دراسة معينة وإلى تركيز معين وأن تكون أكثر تنظيما لوقتك وأن ترتب أوقاتك. ترى هناك الكثير لا يتابع شيء إلا القراءة والكتابة ويأكل ويذهب إلى المدرسة فقط ومنظم وقته على هذا. وترى هناك من يدور أريد أن أدخل الطب لكن أنا أسهر مع زملائي وأذهب إلى السوق وأتسلى بعد دوام المدرسة وكل هذه الأشياء. إذا قررنا بها فيما بين هل تحقق لنا؟ أبدا. هناك أربع أجيال لإدارة الوقت اللي نحن ممكن نحن نشوفه. هاي الأجيال الأربعة، أول شيء صنفهم ستيفن كوفي. أول ما صار تنظيم الوقت والأولويات مر على أربع مراحل. أول مرحلة كانت كتابة الملاحظات ووضع القواعد، أنه أنا أكتب ملاحظة أنه في اليوم الفلاني رح أعمل هذا الشيء أو سوي هذا الشيء أو عندي شيء مهم في حياتي لازم أعمله، وأضع قوائم بهذه المهام لكن دون أن أضع ترتيب زمني لها، إنما علي أن أنجز هذه المهام. والأمر هو ما هي الأشياء التي علي القيام بها وحددها دون إضفاء طابع زمني لها؟ أبدا، علي أن أقوم في الدراسة، علي أن أقوم باشتراء بعض الحاجيات، علي أن أقوم في قراءة كتاب مثلا أو أشياء أخرى من هذا القبيل أو أحضر كورس، لكن دون أن أضع إطار زمني لها. هذه المرحلة الأولى أو الجيل الأول من الدراسة التي قال بها ستيفن. بعدين إجا الجيل الثاني من هذا الأمر اسمه التقويمات ووضع المواعيد. ويتميز الجيل الثاني بالتقويمات وتدوين المواعيد، يعني أصبح لنا تقويم في 27 الشهر سوف أقوم بهذا الشيء، في الخامس من الشهر القادم سوف أقوم بهذه المهمة، لدي مهمة يعني فترة زمنية انتهاء هذه المهمة في 26 الشهر القادم وما إلى ذلك. وتعقد هذه الموجة محاولة النظر إلى المستقبل. دوما نحن عم نخطط للمستقبل، أنه فيما مضى سوف نحضر في المستقبل، سوف يكون لدي هذا الموعد، لدي هذا التدريب، لدي هذه المقابلة، لدي هذا التيسير، كل هذه الأشياء أكون أرتبها وبالمواعيد. لدينا هذه الجلسة مثلا، نحن حددناها يوم الأحد استثنائي لكن وضعناها في التقويم ووضعنا العمل الذي يمكن القيام به. المرحلة الثالثة ترتيب الأولويات وتوضيح القيم، يعني التركيز على وضع الأهداف. هذا الجيل الثالث من إدارة الوقت أو من تنظيم الأولويات بالنسبة للناس. وهي الموجة تعكس مجال إدارة الوقت الحالي اللي نحن عايشينه الآن. هلأ إذا سألت الكثير منا الوقت عم يكفيك؟ كثير ناس بتقول إنه الوقت مش عم يكفينا. هل نحن عم ندير الوقت أم عم ندير ذاتنا؟ هل نحن بإمكاننا، سؤال، بإمكاننا أن ندير الوقت أم ندير ذاتنا بما يتناسب مع الوقت؟ لأن هذا هو الشيء الأساسي الذي ينبغي أن ننتبه له. الوقت يمشي، لا يمكننا أن ندير الوقت، وتعبير إدارة الوقت هو خاطئ، إنما هي إدارة ذواتنا من خلال هذا الوقت. كيف يمكن أنا أن أنظم نفسي بناء على الوقت؟ الوقت لا أستطيع أن أسيطر عليه لكي أديره، وبالتالي أنا لا يمكن أن أوقف الزمن
بحال من الأحوال أو عاجل الزمن. لذلك علي أن أنتبه لهذا الأمر وأضع الأهداف. عندما أصبحنا نضع الأهداف في حياتنا، أصبح في بالمستقبل أهداف وترتيب أولويات حقق هذه الأهداف، ولا تقوم على أساس علاقتنا بالقيم. في لكل الناس عندنا قيم ومبادئ عايشين، احترام، إخلاص، صدق، محبة، تطور، بناء قدرات، أمور اقتصادية وما إلى ذلك. فهي تركز على وضع الأهداف، وخاصة الأهداف الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، والوقت والطاقة التي سوف تبذل من أجل تحقيقها. كثير ناس بحكي بهذه القضية، كل ما كان عندنا هدف على المدى الطويل كل ما بتكون نتائجه أكثر من المدى القصير. ولذلك لازم يكون عندنا أهداف على بعد 5 سنوات، وأهداف خلال هذا العام. نحن ببداية 2021، ما هي الأهداف التي وضعناها على هذا الأمر؟ إذا وضعت أني أريد أن أقرأ 30 كتاب مثلا، كيف سوف أنظم هذا الوقت؟ كم كتاب سوف أقرأ بالأسبوع؟ باليوم كم ساعة لازم أقرأ؟ وهكذا كي أحضر وقتي وأنظم وقتي. أريد أن أحصل وظيفة في المحاسبة، ماذا علي أن أعمل في بعد عام؟ ينبغي أن أكون جاهز. ماذا علي أن أعمل؟ علي أن أعمل كورسات في المحاسبة، دبلوم بالمحاسبة، تحليل المالي، إعداد الميزانيات، إعداد القوائم المالية، التعامل مع القيود اليومية، التعامل مع سياسة المشتريات، وكل هذه الأمور. أي أهداف على المدى الطويل أريد أن أحصلها. لكن إن أردت أن أقدم شيء مهم ولا لا، علي أن أكون أكثر جدية بهذا الشيء. أبدأ بالأهم وليس بالمهم. طبعا علينا نبدأ بالأهم. ما هو الأهم بالنسبة لي ولك؟ كل واحد فينا لازم يعرف شو المهم والأهم. عم ينخلط علينا المواقف كتير بحياتنا بين المهم والأهم، وأحيانا نحن عم نشتغل بأشياء حقيقة ما وصلنا للنتائج التي نحن نبحث عليها، وبالتالي هذه الأشياء من شأنها أن تجعلنا نحقق نتائج ليست التي نبغاها حقيقة أو نريدها. فالجيل الثالث أسهم إسهاما كبيرا، إلا أن الناس بدأوا يدركوا أن التنظيم، شوفوا، الفعال والتحكم في الوقت يعطينا نتائج عكسية في الغالب. يعني مثل أنا بدي أخلي الوقت ونظمه كل شيء، فرح أركز كل شيء على الوقت وركز على الفعالية، وهذا الأمر تتعارض مع فرص تنمية علاقات قوية. يعني كل ما بركز على إدارة الوقت والأهمية أنا عم بخسر ناس، والوفاء بالاحتياجات البشرية والاستمتاع باللحظات السعيدة اليومية، اللي بيكون في كثير من الأحيان إنه نحن مركزين، عندنا أعمال، عندنا شغل، عندنا أولوية، عندي دراسة، عندي أعمال بدي أخلصها، عندي مواعيد، مرتب وقتي، معبى وقتي كله، لكن أنت عم تخسر العائلة، أنت عم تخسر الأصدقاء، أنت مش عم تستمتع في الحياة أصلاً. لأنه ليش نحن عايشين؟ الهدف هل أنا عايش لحتى أضل أنا منظم حياتي كثير؟ أم أنا بدي أعيش ونظم حياتي حتى أكون أنا مبسوط؟ هذا هو الفرق، وهي الموازنة بين الاثنين. هل أنا عم نظم حياتي لحتى أصير منتظم وأحب كل وقتي، أم أنا عم بعيش وبنظم حياتي حتى أعيش سعيد؟ هذا هو الواقع. فترى كثير من الناس مضغوطون في العمل، لديهم انشغالات كثيرة، عم يقول لك أنا مرتب أولوياتي والحمد لله معبى وقتي كامل ونشاطي وعم خلص كل أعمالي، لكن أنا مع عائلتي مش عم شوف الأولاد، ما عم بطلع حتى يوم الجمعة لأنه أنا مضغوط بأعمال، ما عم بطلع يوم الجمعة حتى ننبسط أو نطلع مشوار أو نطلع بمكان أو بآخر. ونتيجة لهذا أصبح الناس مقيدين ببرامج الإدارة الوقت والخطط التي جعلهم يشعرون بأنهم مثقلون بالقواعد والمواعيد. عندنا مواعيد، عندنا مواعيد، ألو والله عندي موعد، ألو بيعتذر من زوجته، بيعتذر من صديقه، بيعتذر إنه مش عم بفضى لأنه أنا شغل، أنا عم أنتج، لكن هل هذا بيعطي نتائج؟ ليش نحن عايشين؟ لماذا يعني؟ لازم يكون في عندنا علاقات، لأنه الإنسان بنية اجتماعي، الإنسان اجتماعي ولازم يكون في علاقات مع المجتمع، يعيش مع المجتمع ويعيش الحياة مع المجتمع اللي هن عايشين. ذات المبدأ الذي يقول إذا استعملت كل الوقت ستجد وقتا لكل شيء. الوقت شيء ثابت، في اليوم 24 ساعة، لا ينقص ولا يزيد الأمر، هو كيف نستخدم هذا الوقت وهكذا. عظيم جدا، شكرا لك أستاذ رشيد على هذه الإضافة. 100% الوقت ليس فيه مرونة، لكن المرونة في تعاطينا مع هذا الوقت. ولا يمكن نحن أن نوقف الزمن، إنما علينا أن ندير هذا الزمن بما يحقق لنا أهدافنا. ما هي الأهمية بالنسبة لي؟ أي هي أولوياتي في الحياة؟ هل هو العمل الأولوية؟ على طول العمل، أم في أسرة لها أولوية في حياتي، أم في صحة؟ صحتي، أين صحتي من هذا؟ ممكن أن أهلك أو أهلك جسدي كله وصحتي وراحتي النفسية من خلال العمل، وفي قد أفقد الكثير من أصدقائي وصحتي، ولدي ضغط، ولدي سكري، ولدي أمراض أخرى، ولدي صداع في الرأس بسبب الضغط من العمل، لأن أنا دوما أولويتي هي العمل. فلذلك علينا أن نعمل على شيء مهم جدا. ولذلك ظهر الجيل الرابع، واللي هو
مختلف في نوعه، إدارة أنفسنا. هذا جيل يدرك أن إدارة الوقت ليست التسمية الصحيحة، لأن التحدي ليس في إدارة الوقت حقيقة، نحن ما فينا نغير الوقت، بل في إدارة أنفسنا والرضا، والرضا عن حياتنا، أنه أنا راضي عن حياتي، أنا بشتغل وراضي عن حياتي، راضي عن الناتج عم قدمه في عملي، الناتج التقارير المالية إذا كنت محاسب، تقارير الإحصائية إذا كنت مراقب وتقييم، أنا كأستاذ أحضر وأمارس تدريسي وراضي عن نتائجي، أنا كفلاح ومزارع عندما أزرع راضي عن تنظيم وقتي، وهل أنا في الوقت الأخير أريد أن أحقق الزراعة وألحق نفسي في زراعة القمح أو ما إلى ذلك، وأحضر نفسي، هل أنا راضي عن هذا الأمر؟ لذلك هو نتاج التوقع، ولذلك دفع التوقع والشعور بالرضا داخل تأثيرنا. أنا أريد أن أعمل وأن أكون مرتاح في حياتي لأمر ماذا؟ لأن أعيش. بصريح العبارة نحن ما رح نعيش لحتى نعمل، أم نعمل لحتى نعيش؟ في قضية بين الاثنين، أن لازم أنا أركز وين أنا دوري بحياتي وشو رسالتي في هذه الحياة، وأين تقع هذه الرسالة؟ هل تقع الرسالة في استهلاك نفسي طوال الوقت؟ أحلام، أوقات بنكون مخططين لشيء ومنجهزين له، بتطلع لك ظروف تمنعك خالص، بس بدها مقاومة. كثير سؤالك حلو يا أحلام أو إلهام. القضية في شيء اسمه عاجل، هلا رح نحكي عنه، في شيء اسمه ظروف طارئة، لكن هذه الظروف الطارئة، لا ما رح نعيش حياتنا كلها ظروف طارئة، ما ممكن أنا أقعد في مكان كله ظروف طارئة، كل ما بنظم وقتي أنا وبرتب أولوياتي وبربط هي بخفف من هذه الظروف الطارئة الموجودة عندي، كل ما بيكون عندي هذا الشكل بيكون عندي نتائج أكثر، وهلا رح أفصلها أكثر بمربع الأولويات والمصفوفة الأولويات اللي حكى عنها ستيفن كوفي. لذلك بدل ما التركيز على المهام والوقت، بدل ما ركز على المهام والوقت وما إلى ذلك، يركز الجيل الرابع على الإبقاء على العلاقات وتدعيمها وتحقيق نتائج. أي باختصار الحفاظ على التوازن ما بين القدرة على الإنتاج والإنتاج نفسه اللي حكينا عنها في الجلسة، يكون مبادر. لازم يكون عندي التوازن وركز على العلاقات وتدعيمها وتحقيق النتائج في نفس الوقت. يعني أنا اليوم بدي ركز على مثلا تحضير التدريبات ودرب وجهز هذه الامر، لكن انا اكون بعيد كل البعد عن هذا بعيد كل البعد عن النتائج اللي انا عم بطمح الى. لذلك من المهم جدا انه انا انتبه لهذه الصوره الحقيقيه اللي ممكن انا اشتغل عليها ووصلها، واكون انا واصل فيها لنتيجه مهمه جدا ونحققها بشكل حقيقي. في عندنا شيء في الحياة اسمه مربع الأولويات، في مربع أول هام وعاجل، وهذا اللي حكيت عنه زميلتنا اللي هو مربع الأزمات خلينا نسميه، مربع المشكلات الملحة، مشروعات محددة بفترة زمنية، امتحان، عندي امتحان في الغد، عندي مقابلة عمل في الغد، ممكن وعكة صحية في الغد، كل هذه الأشياء ممكن نحن ننتبه عليها أو ما إلى ذلك بهذا الخصوص. ولذلك من المهم جدا جدا نحن كبشر أن نتعامل مع هذه الأمور بأريحية. كثير ناس اليوم عايش في هذا المربع، هام وعاجل، هام وعاجل، أزمات، مشاكل، ضغوط نفسية، حاجات ملحة، هذا اسمه المربع الأول هام وعاجل. في مربع ثاني اسمه هام وغير عاجل، وهو أنشطة القدرة على الإنتاج، بناء العلاقات، إيجاد فرص جديدة، التخطيط والابتكار، دراسة معينة، تحضير لمشروع بشكل رائع جدا، أحضر نفسي لمقابلة خلال الفترة القادمة، أقوي نفسي في مجال معين، كل هذه الأشياء هي المربع الثاني الهام والغير عاجل. ونحن نتفاعل مع الأمور العاجلة حقيقة، واللي من أهم الأمور العاجلة غدا، اللي هو غدا يعني عيد المرأة العالمي. فاليوم عيد المرأة العالمي اللي هو موجود غدا، من المنطق اليوم انه يكون الرجل مهيئ نفسه ومجهز نفسه لاحتفال بهذا العيد، لاحتفال مع زوجته او مع اهله او ما الى ذلك. فهذا الامر كثير ناس ممكن تمر وما تعرف انه هذه المرأة لها دور كبير في هذا المجتمع، والمرأة هي جزء من هذا المجتمع. ممكن يمر هذا الامر وبكره يتدارك
الشباب انه هن اصبحوا يوم العيد ومش بيعرفوا شو بدي يعملوا، لكن حقيقة اليوم نحن كمجتمع علينا ان نتكامل ونتعامل مع بعضنا بهذه الاشياء ونهتم اكثر في المستقبل، وان يكون مخطط لهذا المستقبل بشكل اقوى ومركز بشكل اكثر. فلذلك المربع الاول هام وعاجل، المربع الثاني هام وغير عاجل، اللي هو ممكن يكون الامتحان راح يجي امتحان البكالوريا، هو هام جدا لكن هو الان ليس عاجل، ليس بكره او بعد غد، هو يمكن باقي له 3 اشهر. اذا هو هام وغير عاجل، لكن لو افترضنا بكره عندنا امتحان هو هام وعاجل، هل انا يوم اذا لدي غدا امتحان هل انا مهيئ نفسي لهذا الامتحان؟ مجهز نفسي؟ هل عملت في السابق؟ اذا عملت في السابق فبيكون عظيم جدا اكون عم بعمل من المربع الثاني. المربع الثالث اللي بيخدع الناس كثير اللي هو عاجل وغير هام. مكالمات هاتفيه، بريد، بعض التقارير، امور ملحه، اجتماع طارئ للعمل، كل اجتماع عاجل غير مجدول هو عباره عن بضعه توجيهات وما الى ذلك. اما المربع الرابع اللي هو غير هام وغير عاجل، امور غير مهمه ابدا. تلفزيون، يوتيوب، فيسبوك، اشياء كثيره لا تقدم ولا تغير بحياتي ولا تفيد شيء اصلا. هي انا ما بقول انه نحن ما نقعد ولا لحظه باليوم الرابع، لكن لا يكون ان يكون مسيطر علينا. لذلك نحن نتفاعل مع الامور العاجله، اما الامور المهمه غير العاجله فتتطلب الاخذ بزمام المبادره. مثل ما حكيت، كثير ناس بتتحدث معي وتقول يا استاذ مش عم بشوف فرصه عمل. هل انا تماما؟ اذا انا هلا بالمربع الثاني هام انه انا احصل على فرصه عمل، لكن غير عاجل اليوم ما في فرصه امامي، شو انا لازم اعمل هون؟ مبادر، اعمل وطور نفسي واشتغل، لانه ممكن بكره يتصلوا فيي ويقولوا لي عندك مقابله عمل، شو بيكون النتيجه؟ كيف يمكن ترتيب الاهداف حسب الاولويات؟ حقيقه الاهداف هي الاهداف موجوده، لكن الاجراءات هي لها اولويات، يعني احنا حاطين اهداف، ما في اهداف على المستوى الشخصي، في اهداف على المستوى المهني، في اهداف على المستوى الاسري، في اهداف على المستوى الصحه، لكن نحن نريد ان نوازن بين هذه الاهداف وبناء على ماذا؟ بناء على المعطيات اللي بتواجهنا، الاهداف نحن بنوضعها كهي خطه، هي الغايه اللي نحن بنبحثها، لكن نحن كيف بدنا نوصل للاهداف؟ هي هون بنرتب الاولويات، نحن بنرتب اولوياتنا بناء على الاهداف اللي حاطينها، انه انا حاطي هذا بدي ادرس جامعه، بدي ادرس اقتصاد، شو لازم اعمل انا؟ خلص هذا هدف اليوم، فانا شو لازم اعمل وارتب حياتي؟ هل انا بهذا الوارد اخذ اقرا كتب كثير وقول انا بدي اركز على القراءه لان رائعه جدا بالنسبه لي وسمعت، ام انا لازم اركز على دراسه رياضيات وفيزياء وتاريخ وما الى ذلك وقت وانجليزي ولغه عربيه ام اقرا مثلا؟ لذلك لازم اولوياتي تكون بناء على الهدف الموجود. وغالبا ما نطلق على المربع الاول مربع الازمات او المشكله، وكل واحد لديه بعض من انشطه المربع في حياته يستنزف الكثير منا، ومثل هؤلاء الأشخاص هم مديرو أزمات وذو عقول متتمحور حول المشكلات ومقيدون بالمواعيد النهائية. اليوم عندنا اجتماع طارئ بدنا نشتغل، اليوم اتصال هاتف خلينا نجتمع، صار عندنا مشكلة فلانية، تجاوز عنا، صار عندنا خسائر، صار عندنا مشاكل في العمل، صار عندنا تجاوزات في العمل، صار عندنا أشياء كثيرة كيف نحن نتداركها، صار عندنا موظفين أفسدوا في العمل وما ذلك. طب لماذا؟ اليوم نحن هلا عم طفي، انا عم مثل حامل طفايه وبطفي هون نار بكون طلعت نار هونيك، بطفي هونيك نار بكون طلعت نار هونيك، بطفي. هذا هو المربع الاول. العاجل والهام هو لازم انا اطفي، لكن عاجل انا، طب ليش انا ما كنت مفكر؟ ليش عم تطلع النيران؟ ليش عم يصير عندي ازمات اصلا؟ هل الازمات عم تخلق فجأة؟ ما في ازمة بتخلق فجأة. ما في حدا بيمرض فجأة يعني بيصير معه مرض الا في اسباب لهذا المرض، اللي هي مقدمات نحن هاملين الصحة فيها، لا في رياضة، لا في أكل جيد، لا في نوم جيد، لا في تعامل نفسي جيد مع الحياة، وبالتالي كل هذه الأسباب بيوم من الأيام بصير عندنا أزمة ونذهب إلى الطبيب. صار ضغط، الضغط هو نتيجة، لكن صرنا نتعامل مع هذا الوضع، صار مرض سكري، صار أمراض أخرى، هي نتائج. نحن نريد بقى أن نذهب إلى الطبيب ونعمل عملية ونحضر وأصبح مهم جدا ونقلق حول هذا الأمر، لكن هذا المربع الاول هو نتائج عندما نذهب الى لكن ما سالنا نفسنا لو كنا نحن بالسابق عم نفكر انه انا عم مارس رياضه، انا بريح نفسي، مش دوما الضغوط النفسيه بتاثر علي، التغافل شيء عظيم جدا في الحياه، كل هذه الامور رائعه جدا، باكل اكل صحي، مش دوما باكل الطعام اللي فيه املاح كثيره وفي يعني بزيد نسبه الكوليسترول بشكل كبير جدا، كل هذه الاشياء بتودي فيني، لكن كنا انا افكر في السابق هكذا ومارس رياضه، صدقوني راح تخف نسبه الامراض.
بشكل بقى بشكل اساسي جدا عم بحكي. لذلك نحن لازم نفكر هون، لما نشتغل على هذا الامر رح تشوفوا انه موضوع الازمات المرضيه بخف كثير كثير كثير. وهكذا فينا نقيس على التعلم، او بدي احصل دراسه في حياتي او احصل اختصاص معين. عندما انا ادرس خلال العام يوم الامتحان مقدم رائع جدا، لكن خلال العام مدرسة اجت اسبوع الامتحانات بلشت انا ادرس واركض ولازم احصل علامات ولازم اسهر 24 ساعه واروح على الامتحان نام ما اتذكر شو بدي اعمل، وبالاخير الاسئله صعبه، الاسئله صعبه، جاوبنا اسئله مش موجوده بالمنهاج يعني. لا مش الاسئله صعبه، الحقيقه نحن كنا خلال الفتره الاولى عايشين في المربع الرابع اللي هو لا هم ولا عاجل، لا عم ندرس ولا عم نهتم ولا عم ندور بهذا الشيء. اليوم اريد ان تريد ان تحصل فرصه عمل اللي هي ممكن تروح بكره على مقابله، كم منا واحد راح على مقابله وما نجح في المقابله؟ ممكن يكون في حدا رائع نجح ويكون في حدا، طب ليش في حدا رائع؟ ليش اجتني الفرصه وما نجحت؟ في ناس راح تقول واسطات، تقول في نسبه بس مش هي الاساس، انك بتكون رائع انت بتكسر كل الواسطات، لما تكون انت قوي جدا خلال السنه كلها عم تحضر نفسك وبتحضر. احد الناس اللي عم يسمعني اليوم بعتقد 45 يوم كان يحضر نفسه، 45 يوم بيحضر نفسه ليعمل مقابله عمل وبيطفي وكانه يدرس امتحان البكالوريا، في النهايه نجح دون اي واسطه. في شخص ثاني ذهب بمفرده لا حاله لا حضر ولا عمل شيء ولا سوى، راح لحاله على المقابله، واحد ما في اثنين يتنافسوا، واحد ما في غير هو الوحيد اللي قدم على المقابله وفشل في المقابله. ليه؟ لأنه كان هو عايش في المربع الرابع، يعني لا درس، لا حضر، لا تعب على نفسه، لا بحث عن الأسئلة، لا وجد نفسه بهذا المكان، وبالتالي النتائج كانت سيئة جدا جدا، فبالتالي كانت أزمة بالنسبة له. كيف يمكن إجراء تقييم شخصي لمراحل السير نحو الهدف؟ علي، حلو كثير وعظيم هذا السؤال، وهذا من أعظم الأسئلة حقيقة. عندما نحن نوضع الهدف ونحن بنبلش نسير، لما بيصير الهدف موجود امامنا فبالتالي نحن نعرف الهدف باتجاه الشمال ام الجنوب، خلاص عرفنا باتجاه الشمال. فمثلا فانا بصير باتجاه الشمال، بصير انا كل 90 يوم لازم انا اقيس قربت لها. طبعا نحن عم نحكي عن اهداف على المدى الطويل والمتوسط وليس الاهداف القصيره. فكل 90 يوم انت بتوضع وبتشوف على الخريطه، بترسم انا اليوم هون وبعد 90 يوم وين والهدف هون بترسمه. انت شو حققت خلال 90 اليوم الاولى؟ هل درست بس على مستوى الدراسه على مستوى المعلومات؟ هل بس بتقيم نفسك؟ لانك يا استاذ علي المقارنه الحقيقيه هي انك انت تقارن نفسك بنفسك وليس بالاخرين، كل ما بتقارن نفسك بنفسك بتحقق اشياء عظيمه جدا حقيقه. انا قارن نفسي بشخص اخر رائع ممكن اصاب بالاحباط لكن ظروفه كانت واشتغل وتعب انا ما اعرف وين تعب، وممكن اقارن نفسي بشخص مش جيد شوف حالي انا عظيم ليك وانا والله الناس الفلانيه. لا ابدا، انت بتقارن نفسك بنفسك، كل مرحله ممكن تقسمها على شهر، لكن انا بفضل 90 يوم يعني 3 اشهر، كل 90 يوم اعمل تقييم لنفسك، شو حققت؟ شو تعلمت جديد؟ اذا كنت بمعلومه قيس نفسك. ما حدا يقول انه عملت دورات وبس، انت اختبر نفسك، اسال ناس، اسال موارد بشريه، ناس تشتغل، قول لهم صديقي او بعرف حدا انا عمول مقابلات لنفسك مع ناس بيعرفوك، اختبروني واختبروا قدراتي لشوف. انت بتشوف هذا الامر، اجري اشياء عمليه كثير رح تشوف هذا الامر حقيقه، انت بتشوف نفسك صدقني مع 90 يوم اليوم اذا انت عم تشتغل رح تشوف انك حتقدر، رح تكتشف اذا قرات كم كتاب رح تقرا، بس اذا حطيت خط شوف انك قرات 4 5 كتب عظيم جدا ممتاز جدا. لما تمشي على الهدف بيعطيك طاقه، هي ما حد بيحس فيها الا الانسان اللي بيصير بيقيس، بيجيب هي المسطره وبيقيس انا قديش حققت، هو عظيم جدا ممتاز، فاذا انا رح امشي، لكن اذا ما بلشت قيس انا ما بعرف اذا انا عم امشي على الهدف، لازم قيم حياتي. فلذلك كل ما بقيس كل فتره بشوف الانجازات اللي عم بعملها وبمشي، تعطيني دافع وقوه بهذا الاتجاه. الحديث عن مربع الاولويات امر رائع جدا، في كثير من المقالات عم نكون امام سيناريوهات عديده بتتعلق باداره الوقت، والاجابه بسيطه بتكون باتباع مربع الاولويات. علاء جادو، تحياتي استاذ علاء، حقيقه لازم كل واحد يكون ببيته معلق مربع الاولويات، لوحه ويحط عليها اولويات ويعرف هو باي مربع. هلا كل واحد فينا لازم يعرف باي مربع، وهل انا بالمربع الاول مربع الازمات اللي هو هام وعاجل، هل انا بالمربع الثاني اللي هو مربع المبادره اللي هو هام لكن غير عاجل، كل ما بشتغل بالغير عاجل والمهم بكون انا عم بحضر نفسي بهذا الشيء. في المربع الثالث اللي بيخدعنا اسمه مربع الخداع اللي هو عاجل لكن غير هام، اشياء عاجله اشياء ممكن اكون فيها لكن ما تعطينا نتائج. لذلك من المهم ان نحن اول مربع الاخير
تلفزيون، فيسبوك، مع الشباب سهران رايح جاي، وبالاخير بطلع انا بكتب تعليق على البوست. كل المنظمات فاشله، كل اسلوب الوساطات موجود، لا يمكن ان نحقق دراسه في هذه الظروف. اليوم ليه كل الناس اللي تخرجت من المدارس مش لاقي وظيفه؟ كل هاي يكون مبررات الي. ممكن كثير اول شيء بتعمل تقييم لنفسك، وفعلا تجيب اصدقاء او من الناس يقيموا شخصيتك. ممكن كثير رائع جدا، لانه الناس القريبه عندك بعد ما بتقرا بتشوف انك تغير تفكيرك وتغير ادراكك وتغير معطيات كثيره من حياتك، وهذا الشيء بيمنحك طاقه اكثر. مو غلط، انا قلت لك ممكن تشوف شخص بالمجال اللي انت عم تشتغل فيه، انه تساله قول له اعمل لي اسئله او استبيان او تقييم او اي شيء اختبار. ممكن انا بتروح على وظيفه بسال واحد من اصدقائي بيشتغل بالموارد البشريه، طب شو ممكن اعمل لي، افترض تعمل لي مقابله انت باعتبارك بالموارد، شو ممكن تفيدني، شوف مستواي، هل تحسن ادائي، شخصيتي، الكاريزما، انا خايف من المقابله ولا انا ثقتي اقوى بالمقابله والحديث، انا مرتبك ام انا مبتسم وهادئ. كل هذه الاشياء انت بتعملها تشغل نفسك، صدقني كل مرحله رح تجيب نتائج اكثر. يوم من الايام، يوم اللي وقفت انا من 6 سنوات لاول مره بالتدريب، كنت مرتبك ارتباك هائل لدرجه انه انا ما اعرف شو حكيت، يعني كنت سريع جدا في الكلام، يمكن اسرع من هلا. هلا في اريحيه، بس في طاقه يعني بالكلام اللي عم بحكيه هلا، بس هناك كان في ارتباك لدرجه انه احدهم رفع ايده ليسالني وانا ما شفته اصلا، من الناس الزملاء كانوا عم يحضروا معنا، يمكن هذا يكون عم يشوفني. فلذلك مهم جدا، استعد للفرصه حتى تكون جاهز عندما تاتي فرصتك. ابراهيم انا فيني اقول لك عظيم جدا حقيقه، هذه الحكمه الحقيقيه اللي ممكن نشتغلها، انه استعد للفرصه. كثير ناس صدقوني، احد الناس حضر انا بحضرته من عام 2018، عم يتصل بصديق عم يقول له انا بكره عندي مقابله للمراقب والتقييم مع منظمه دوليه. تماما، قال له ايه؟ قال له انا ما بعرف شيء على الاكسل، بدك تساعدني قبل ب 24 ساعه، لا قبل ب 12 ساعه فينا نحكي، مثلا مثل هلا بكره الصبح عنده مقابله. قلت له لصديقي هذا بحياته ما بينجح، ما معقول يتعلم من اكسل ب 12 ساعه، ما بيعرف يعمل جدول اكسل. طبعا هو كان كاتب سيرة ذاتية غير جيدة، وتم يعني بشكل او باخر انه مش كان حاكي صح بالسيرة الذاتية، كانت النتيجة انه فشل، كانت النتيجة مش بس انه فشل، حرق نفسه. اجته فرصة عظيمة بهذا، اجته فرصة رائعة جدا مع هاي المنظمة، فعلا منظمة يعني الناس بتحلم انه توصل لمقابلة معها، لكن راحت الفرصة. لذلك استعد للفرصة، اشتغل. الشيء الوحيد اللي بيفيدني انه انا استعد للفرصة، لانه لا اعلم متى شوف فرصة إنه موجودة، لما تكون موجودة أنا جاهز. لكن أغلب الناس قبل بيوم صدقوني بيتصلوا، أستاذ بكرة في عندنا مقابل، شو ممكن تجينا أسئلة؟ شو بيسألوا أسئلة غير الأسئلة التقنية؟ شو ممكن نجاوب؟ كيف نكون؟ كيف بدي أحكي بنفسي؟ طب هدول الأمور ما ممكن ب 24 ساعة أو 12 ساعة نتعلمها، لازم أكون سائل قبل. يعني أنا إذا واحد سألني قبل بشهر إنه عندي بعد شهر مقابلة، كان في بنتين يمكن كانوا عم يحضرونا كمان بأحد التدريبات، كان عندهم بعد شهر مقابلة وكانوا يحضروا حالهم لهي المقابله، وبالاخير نجحوا، صريح العباره اثنيناتهم نجحوا، ما عندهم واسطه ولا عندهم حدا، ضلوا شهر يحضروا نفسهم للمقابله ونجحوا في هذا الامر، لانه كان عندهم باولوياتهم انه نحن عم نحضر نفس كنا عم نشتغل هام هذه المقابله وغير عاجل، لكن نحن عم نحضر وعم نقرا وعم نبحث وعم نطور انفسنا وعم نشتغل بهذه الاشياء. استاذ وسيم، اوقات الظروف الاجتماعيه تمنعك من بعض الخطأ. ممكن لازم يكون في عندنا مرونه. لازم يكون في عندي مرونه بالعمل، لكن هذه المرونه مش هي الكل في الكل، في مرونه في العمل، لكن كمان من الممكن مش كل شيء عايشه بالازمات، وهلا رح نشوفه لما نشتغل بهذا الامر. لذلك من المهم جدا انه نحن نركز على المربع الاول، لانه المربع الثاني، المربع الاول في كثير، ستجد 90% من الناس وقتهم ينفق في المربع الاول اللي هو ازمات، ازمات، اطفاء. حقيقه اي واحد بيقول لك انه انا عندي ضغط عمل كثير في المربع الاول، اي واحد بيقول لك انا مش عم لحق دراسه لانه في ما عم جيب نتائج هو بالمربع الاول، اي واحد بهذا المكان هو بالمربع الاول. 10% بيكون عم يقضوه في المربع الرابع، بين المربع الثاني والرابع، وهي الطريقه اللي يعيش بها اغلب الناس. لذلك لازم التهم المربع شو هو؟ ضغط نفسي، ارهاق، اداره ازمات، غضب دائما. شخصيه الانسان اللي عايش بهذا المربع ضغط نفسي، ارهاق، اداره ازمات، غضب. قديش بدي يكمل بهذا الضغط؟ تصور انسان عنده هلا كل يوم ضغط وارهاق واداره ازمات وغضب دائما، قديش ممكن يعيش؟ لماذا بيقولوا المدراء التنفيذيين ما بيعمروا كثير؟ هلا ما بعرف في مدراء تنفيذيين بالشركات
حقيقة بسبب الضغط الهائل اللي عايشينه على طول. المدراء التنفيذيين عندهم مسؤولية وضغط وضغط وسهر وتعب، وملاحقين هون في تقصير وملاحقين هون في مشاكل وما إلى ذلك، وعم يحاولوا ياخذوا فرص جديدة، عايشين بضغط ما عم يرتاحوا أبدا، عم يصيروا الساعة 2 بالليل وفيقوا الساعة 8 الصبح ورايحين، وضغوط العمل، وخسرنا هي الصفقة وصار عندنا قضية فساد هنا، وكيف كل هاي الأمور داخلين بدوامة. قديش بيتحمل هذا الإنسان؟ مش في فاضي اصلا يبتسم، مش فاضي لحتى يرتاح ويقول استراحه اليوم عندي، ابدا مش فاضي، انه عايش بهذا المربع. دوما يحصلون ينتظرون كل سنه وما الى ذلك. ما هي الافكار التي سوف تطرح؟ ما هي الاشياء التي سوف ينبغي؟ لذلك عندما سالت انا شو لازم اعمل؟ فلازم اعرف شو لوين بدي اوصل بهذا الشكل. في مربع الثالث، المربع الثالث اللي هو هام، هو عاجل غير هام. التركيز قصير الأجل، إدارة الأزمات البسيطة، السمعة، شخصية متقلبة المزاج، رؤية الأهداف والخطط على أنها عديمة الفائدة، كله خطط بيقول لك شو بدي بالتخطيط، يعني خليني أشتغل هاي الأشياء بإيدي، خليني أعيش يومي بيوم، المربع الثاني خليني أعيش يومي بيوم، شو بيصير عندي؟ ما فيني أخطط، وهذا الخطط له دروس، حضر حالك للوظيفة الفلانية، بيقول لك يا أخي كل الدنيا عم تدبر حالها بواسطات، طور نفسك. طب عندك بكالوريا، أنت شو عم تدرس البكالوريا؟ ان شاء الله بكره بركز بالامتحانات وبشد حالي، انا عندي معلومات كويسه وانا حاسس حالي انه وما الى ذلك. شعور بانه ضحيه دوما، عايش من الربع الثالث ومغلوب على امره انه ضحيه. فتكون كثير ناس عايشه بهذا انه احنا ضحيه الظروف، احنا ضحيه الامور، فبالتالي انا ما بدي اشتغل، اذا اجتني فرصه بشتغل عليه، اذا اجتني مقابله بروح، اذا اجاني رابط بسجل عليه، كل هذه الامور انا بشوفها لكن ما بحقق فيها النتائج اللي ممكن انا اشتغل. احنا بمسيرتنا كل منا تنقل بين عدد من القطاعات المختلفة، من جهة ساهم بتقويض القدرات، من جهة تشتت أو البوصلة التي من ممكن أن يكون العمل عليها. فلذلك لازم أعرف أنا وين يا أستاذ علي بدي أشتغل، والمجال اللي بدي يمكن أسعى عليه. فأنا كل ما بيكون عندي الرؤية لوين بدي أشتغل أنا وطور نفسي، فببني نفسي بهذا الشكل. لكن إذا أنا كل يوم بدي أروح حسب القطاعات، فلازم أعرف هل هذا التنقل بين القطاعات هو بيحقق لي الفائدة؟ هل هو بيخليني أوصل للأهداف تبعي ولا لا؟ فالتشتيت بيضيعني وبيطول علي الوقت والزمن حتى اوصل للنتائج اللي بدي اياها، فبالتالي بشوفني انا كثير بعيد عن النتائج اللي عم ببحث عنها. لماذا؟ لانه انا رايح اليوم يمين، رجعت بعدين، رحت يسار، بعدين لا ورا، بعدين امام. هاي القطاعات اللي كثير بتتعبني، بترهقني، لانه لازم اركز انا شو بدي من الحياه. ما معقول انا بدي كل شيء، انه كيف كل شيء؟ انه انا اذا سالته انت شو بدك، امبارح كنت عم بسال واحد شو بدك تتوظف؟ قال باي شيء. طب باي شيء؟ ما في شيء باي شيء. في غلط انه انا بتوظف باي شيء، لانه انا ما بيكون عندي شيء بكل صراحه باي شيء، فانا ما بمتلك شيء، ناطر انه يصير لي فيه في مجال. يعني الانسان الواعي الواضح انه بده يكون في هذا المكان او بهذه الوظيفه، او بدي ازرع هذا الزرع، او بدي انتج هذه الماده. يعني اليوم اذا بدي انتج انتاج بمعمل، ما معقول انا ابني المعمل ما بعرف شو بدي انتج بهذا المعمل، صح؟ لازم اعرف شو بدي انتج، بعدين ببني المعمل على بناء على المنتج. يعني معقول يجيب خط انتاج وبعدين بكتشف انه المنتج اللي بدي انتجه بعد خط الانتاج؟ لا، في اولويه لاعرف انا وين بدي اوصل وشو الاشياء اللي بدي احققها بهذا المجال. ولذلك هناك ناس تنفق حياتها في المربع الثالث، معتقدين انهم يقعون في المربع الاول، انه عاجل عاجل، وهذا شيء انه مهم بالنسبه لهم، انه انا عم بشتغل بالعاجل يا جماعه، انه انا عم بحقق هذه الامور انا، لكن غير مهم ولا بيعطيني اي نتيجه ابدا. وردة فعلي، أنا عايش على ردات الفعل، أي شيء عاجل أنا بتعامل معه، أي شيء صار أنا بتعامل معه فقط. لكن مش هام. يعني أنا قاعد هون، قاعد هلا من المربع الأول ممكن حرائق مهمة إنك بحياتك بس عم تطفيها، لكن المربع الثاني أنت شعلت هون حريقة طفيتها هي مش هامة أصلاً، صارت مشكلة بحياتك لأنك أنت وصلت لهون. لكن ممكن في ناس تعيش بالمربع الرابع والثالث. وعيشوا بهذول المربعين اللي هني لا مبالاه فيه، الفصل من الوظائف، المؤسسات، ما بيعرف ليش عايش. في ناس كثير اليوم تفصل او انه لا يوجد لها عقد، ما سال نفسه ليش انا ما تجدد لي عقد، دوما بيلقي باللوم على الاخرين. صدقوني في ناس كثير لم يجدد لها عقد بسببها هي، بسببها هي لم تتطور ولم تتعلم ولم تحدث اي معلومه جديده ولم تبحث على ان تكون اكبر ولم تبني علاقه جيده مع هؤلاء الناس او الموظفين، وبالتالي عاش الفتره الماضيه اللي كان هو بيتوقع انه ينتهي عقده انه يجددوا له. في صبيه
انتهى عقده، لكن بعد فتره رجعوا فصلوا فيها وجددوا له العقد. ليش؟ نسال سؤال ليش؟ لانه بنت نفسها اشتغلت بالمربع الثاني خلال الفتره الماضيه، عندما كانت موظفه صارت تتطور، تحسنت من علاقاتها، طورت امكانياتها وقدراتها، صار عندها فهم اكثر للعمل، صار عندها نتائج كويسه من العمل، تقارير جيده، عمل ميداني جيد، فعلا نتائج حقيقيه. هذا الامر دعا الى انه هي تبني نفسها بهذا الاتجاه بنتائج كبيره جدا وجدا. لذلك المهم هلا وين نركز؟ على المربع الثاني. كل واحد يكتب شو في شيء هام في حياتي لكن غير عاجل بكل بساطه. شو اللي هام بحياتك؟ شو انت حابب تكون بحياتك مهم؟ هل 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 الزواج مهم؟ هل الدراسه مهمه اولويه؟ هل الوظيفه مهمه؟ هل الصحه مهمه؟ اليوم صحتك مهمه، لكن اذا انت اهتميت فيها غير عاجل، ما في مرض الحمد لله، ما في اليوم بكره امتحان تعمله، ما في وصلنا لمرحله طلاق لانه انا مش عم اهتم بالمنزل. لذلك اليوم بالمربع الثاني كل شيء بحياتنا هام لكن غير عاجل نشتغل عليه. فبالتالي اليوم الرؤيه، شو الرؤيه اللي انا عايش فيها؟ ليش انا عندي رؤيه بحياتي؟ شو المنظور؟ ليش اصلا انا عايش؟ شو رسالتي من هذه الحياه؟ ما بده يكون في عندي رؤيه والمؤسسه عم بعمل فيها بيكون فيها رؤيه وعايش من خلال هذه الرؤيه. التوازن في الحياه، التوازن ما بين العمل، التوازن ما بين الاسره، مع الاسره، مع الصحه، مع الناس المحيطين فينا، مع التطور. العمل غير الشخصي، يعني انت عم تشتغل حلو لكن انت ما عم تشتغل، عم تتعلم شيء جديد، عم تطور نفسك بشكل افضل، عم توازن هل عم العمل على حساب صحتك؟ لازم يكون في توازن بحياتنا، لانه انا بيهمني انه انا اكون عايش مبسوط، ما بيهمني ارهق نفسي في العمل وبعدين يصير عندي امراض، لانه خلص ما صار عندي امراض العمل انتهى، ممكن انا ما بقى انتج، ممكن بحياتي الاسريه ما يكون في نتائج جيده، في عندي انضباط، اليوم بدي اطلع رياضه فلازم انا 3 ايام بالاسبوع رياضه، هذا انضباط لازم يكون، لازم اقرا، لازم احضر كورسات، لازم ازرع، اذا زرعت محصول زراعي هذا المحصول بيطلع لحاله؟ لا، بده انك تهتم فيه وانضباط وتروح تروي هذا المحصول وتسمد هذا المحصول وتقدم لهذا المحصول ما هو مناسب. بعدين التحكم في حياتنا، التحكم في حياتي انا، كيف ممكن اتحكم بحياتي وقدم رؤى جديده لحياتي وصير انا مش الحياه تتحكم فيني بقدر ما انا اتحكم بقراراتي، مش الظروف هي تتحكم فيني. كل ما انا بضبط نفسي بالمربع الثاني طبعا شو بيصير عندي؟ المربع الاول بخف فيه الازمات. يعني كل ما بكون انت عم تشتغل بالمربع الثاني هام وغير عاجل، كل ما بتشوف بعدين الازمات اقل عندك. بكل بساطه كل ما بتنظم وقتك وبتشتغل رح ما يكون عندك بنهايه الشهر ضغوطات. كل ما بتكون انت باسرتك تعطيها حقها ما رح يكون في نهايه اليوم مشاكل مع الاسره. كل ما بتهتم بصحتك مع مرور الزمن كل ما بيكون بعد اشهر عندك صحه جيده وعندك ابتسامه وعندك طاقه وعندك قوه ونشاط اكثر. كل هاي نتائج بنحققها على المستوى الذهني. المستوى الذهني اللي هو اهم شيء، انك انت هلا مهموم، حزين، مضغوط، بكره عندك مشكله، بكره عندك امتحان، بكره عندك مقابله، بكره عندك زراعه انت مقصر عليها، بكره عندك تجاره ما بتعرف اذا بتربح، ارتفع الدولار نزل الدولار، مضغوط كثير. كل ما بتنظم نفسك بتخف كل هذه الامور، ترتاح، تجلس هيك تشرب فنجان قهوه وتشرب كاس شاي، مش عايش في كركبه وضغوطات بتخلص من هون بتطلع لك مشكله من هون، بالاخير ترهق وتسقط على الارض، ما حد راح يساعدك. لذلك الفعاليه هي قلب الاداره الشخصيه الفعاله، هو التعامل مع الامور التي تكون غير عاجله ولكنها مهمه في حياتنا. كل واحد بحياته بيعرف شو هو المهم والغير عاجل، كل واحد فينا. طب طالب البكالوريا بيعرف انه البكالوريا مهمه، بيعرف انه غير عاجل، عم يدرس، النشيط عم يدرس، الشخص الثاني مش عم يدرس. كل واحد بيعرف انه اللي عنده مقابل واللي عنده مثلا بعد 3 اشهر محصول اللي زرعه بده يطلع هو مهم جدا، لكن اليوم بحضر وبشتغل على مهلي لانه بيطلع المحصول هو ضعيف لانه انا ما اشتغلت فيما مضى بهذا الشيء. للاسف الشديد سمير الشوام يقول كثير من الناس لا يملكون رؤيه لحياتهم، لذلك لا يوجد ما يحفزهم للمثابره والاجتهاد. للاسف، لذلك نحن لازم يكون عندي لماذا انا صريح عايش؟ هل انا عم باكل وبشرب حتى اعيش، ام عم بعيش لحتى اكل واشرب؟ وين انا موجود؟ هل انا اكل واشرب لكي اعيش وحياتي واستمر، ام انا حياتي كلها لحتى اكل واشرب؟ لازم اعرف انا شو دوري في الحياه وشو رؤيتي وكيف انا بدي اشتغل وكيف انا كل ما تعلمت وكل ما تطورت وكل ما تعبت على نفسي احقق نتائج. لكن ممكن يضيع هذا المجهود كله بماذا؟ لانه ما حاطط اولويات.
يعني ممكن في ناس بتروح على ورشات، على دورات، على اشياء، فعلا ما بتجيب لها نتيجه، ما بتجيب لها اي نتيجه، وبضيع وقت وبضيع جهد وبضيع مال احيانا، لكن هي اصلا ما بتوصل للهدف اللي عم تبحث عنه. بيقول لك موجوده فرصه، خليني اروح حسن نفسي، وانا هون عم بضغط نفسي اكثر وعم بتعب نفسي اكثر بشكل اكبر واكبر. دعونا نوضح عباره بيتر دراكر، هو عالم الاداره، عندما قال ان الناس ذوي الفعاليه لا تعمل على المشكلات. الناس اصحاب الفعاليه لا بتعمل على المشكلات، ما بدي انا اقعد اعالج المشكلات، بل تعمل على انتهاز الفرص اللي ما بتخليني ما يصير عندي مشكلات. القضيه الهدف مش انا اعالج مشكله، الهدف انا اخلق نظام ما يوجد عندي مشكلات في حياتي. هذا هو الفرق، انه انا كثير بتعلق بالمشكلات، حلو انه انا اتعامل، بس هذا مش هو الهدف. الهدف انا كيف بخلي حياتي ما فيها مشكلات قدر المستطاع، ما بقول انه راح نقضي على المشكلات كلها، لكن تنظم اموري وفعاليتي انه انا بنتهز الفرص. الفرص ممكن يكون عندي وقت ما عم اشتغل شيء هلا، طب هلا شو بيمنع ان انا اقرا، احمل كتابي، شو بيمنع انه انا زور منظمات، مؤسسات، شركات، ناس، تحدث عن نفسي، ما بيمنع. شو بيمنع اذا انا مدرب او شغل بالتدريب اعمل اشياء تطوعيه للناس، ساعد الناس، شو بيمنع اطلع على الفيسبوك واعمل بث مباشر احكي عن معلومه مهمه، شو اللي بيمنع كل هاي الفرص اللي انا احكي فيها عن نفسي واعبر فيها عن امكانياتي وساعد الناس فيها؟ ما بيمنع شيء. لذلك من المهم جدا انه نحن نبحث عن هاي الفرص ونطور. شو اللي بيمنع انه ابني علاقات اليوم؟ هو اسمه الاسلوب الوقائي. انا ما بدي اعيش في حل المشاكل، انا بدي اخلق نظام ابدا ما يوجد لي مشاكل، بالعكس يعطيني دافعيه اكثر ويعطيني قوه اكثر ويعطيني كفاءه اكثر. مع وضع مضبوط اداره الوقت في ذهنك، خذ دقيقه لتفكر في اجابه الاسئله اللي طرحناها. هلا شوف الاسئله اللي طرحناها في بدايه هذا الفصل، ما المربع الذي يلائم هذه الاسئله؟ صح؟ هل هي مهمه؟ هل هي عاجله؟ راح تشوفها انه هي مهمه بس ليش غير عاجله. سوف تجد المربع الثاني هو اللي بحقق هذه النتائج وبيجيب عن هاي الاسئله، اذا انا لازم اعيش بالمربع الثاني. شو الهام بحياتي؟ اكتبه 1 2 3 4 5. غير عاجل؟ تمام، خلينا نشتغل عليه، بالاولويات برتب انه وحي بحقق لي نسبه اكبر في هذا الشيء. لذلك قانون باريتو كتب عنه، هو عالم ايطالي، قال انه 80% من النتائج تتحقق من 20% من الانشطه. 80% من نتائج حياتنا تتحقق 20% من الأنشطة التي نقوم بها. يعني اليوم إذا تحصل على فرصة وظيفة عندك 80% تحصل فيها من 20% من الأعمال اللي بتقوم فيها أنت. وهناك أنشطة مهمة وتحقق نتائج كبيرة علينا أن ندركها. كمان نعرف أنه نحن لا نضيع وقتنا في 80% من الأنشطة، لكن لا تحقق لنا إلا 20% من النتائج. هون المهم، نحن بنضيع حالنا ب 80% من الأنشطة اللي بتعطينا 20% من النتائج. لازم أعرف أنه الأنشطة المهمة في حياتي اللي بتعطيني 80%، وهذا القانون مطبق في الإدارة، في الحياة، في كل شيء بحياتنا، ونتائجه مهمة جدا. كل واحد بيعرف حتى بالمال، الإنسان دخله 80% من دخله بيجي 20% من الأعمال اللي بيشتغل فيها. لازم ركز. أنا ممكن أنا أشتغل كل حياتي وأتعب ب 80% من الأنشطة اللي بتجيب لي 20% من النتائج، بشوف حالي ما حققت شيء. لذلك لازم نحن في حياتنا اليومية نتعامل مع الآخرين من خلال نعم أو لا، صح؟ فعلينا أن نعي ما هو المهم بالنسبة لنا لنقول لها نعم، مو هو بالنسبة لنا المربع ثلاثة وأربعة وكلها. لازم نتعلم قول لا. تفضل على السهرة يا وسيم، والله عندي شغل أنا. روح نلعب ورق، روح نعمل شيء، روح نطلع مشوار، روح. مش كل مرة بدك، في شيء مهم بدك تنجزه بحياتك وتعمل هذا الشيء. تعال أعمل هذا الكورس، هذا الكورس ما بيفيدني، ما بيخليني أوصل هناك، ممكن ياخذ من. مش كل شيء لازم يجيني بيفيدني، ما بيوصلني للهدف تبعي، ليش لحتى اخذه؟ يعني اعمل تعامل مثلا بمواضيع مش باختصاصي، ممكن يكون فرصه ويكون فرصه رائعه جدا طب ما بتفيدني شيء، رح تاخذ مني وقت رح تاخذ مني جهد، لكن ما بتجيب لي شيء، ما بتعطيني اضافه بمجال المهني ولا بشكل من الاشكال. لذلك لازم اقول لا لهذا الامر. فتنظيم المربع الثاني يحتاج للايفاء بسته معايير في حياتنا، حتى انا انظم او انه اهتم في سته اشياء. اول شيء الترابط، ويقصد به وجود تناغم بين وحدة متكاملة بين رؤيتك، شو هي رؤيتك ورسالتك وأدوارك وأهدافك، بعدين أولوياتك وخططك ورغباتك وانضباطك، وينبغي أن تتضمن خططك مساحة لرسالة حياتك الشخصية. لازم يكون في رسالة، لازم يكون في ترابط بين الغاية والأهداف والرسالة تبعيتي، وشو أدواري في الحياة، شو الأدوار اللي أنا بكون فيها. أنا أدواري زوج، أنا أدواري ابن، أنا أدواري مدرب، أنا أدواري صديق، أنا أدواري إنسان مع الناس بتعامل. هي كلها أدوار يكون فيها كل إنسان بحياته، في أدوار، ممكن يكون مزارع بوقت من الأوقات حقيقة،
فكل هذه الاشياء لازم انا اقوم فيها واركزها بحياتي، اعرف الادوار اللي بقوم فيها، لازم انا ما انسى انه انا زوج، ما لازم انسى انه انا ابن في عندي اهل واب لازم اهتم فيه، ما لازم انه انا اب كمان دوري عندي اب تهتم بالاطفال، ما لازم انه انا صديق وعندي اصدقاء، ما لازم انسى انا مدرب وعندي ماده وركز عليها وعمل، ما لازم انسى انا مزارع ممكن عندي شيء زرع واهتم فيه، كل هذه لازم اعرف هذه الادوار واربطها كلها بالاهداف اللي انا عم بسعى فيها، لازم يكون في ترابط. ما معقول يكون عندي هدف بمكان معين وانا قاعد عم نظم وقتي بشيء ما بيوصلني للهدف كله، لازم يكون في انسجام ما بين هذه الامور. وهنا من بيجي التوازن، وهو يوازن انا الحفاظ على التوازن في حياتك والتعرف على ادوارك المختلفه. يعني اليوم انت مدرب كويس ورائع جدا وعم تشتغل وحلو كثير، وموضوع مش عم تحكي مع ابوك، مش عم تتصل مع ابوك، مش عم تهتم بالزوجه، صحتك عم تسهر كثير، بتتعب كثير، بتضغط نفسك كثير، مرهق تعبان، لكن مصر على انك انت تاخذ وتدرب وتشتغل مثلا او تعمل هذا الشيء، لكن مع مرور الزمن راح تخسر كثير، صحتك اذا خسرتها ما بقى بترجع، ابوك اذا زعلته او اهلك او امك ما اهتمت فيهم بسبب انشغالك في العمل صعب انك تتوفق اكثر، الحياه الزوجيه راح تتعقد، اولادك راح ينسوك وما الى ذلك، شو بتكون استفدت؟ والله انا عم بشتغل حتى ساعد، انا عم بشتغل وبتعب، ما هي القضية مش تشتغل بتعب لحتى تساعد العائلة، القضية انه هني بدي يشوفوك معهم بدورك انت كزوج او اب او ابن، لازم تكون بهذا الدور. اصدقائك، مين اخر مرة حملنا واتصلنا في صديق، كيفك شو اخبارك وما اذا طمنا عليه باركنا له بمناسبة او اي شيء، لازم يكون عندنا هذا الدور ان احنا نوازن بحياتنا، مش انه بدي اضل اشتغل انا وانسى كل اصدقائي وعيش حياتي انه انا ورا الشغل شغل ورا شغل شغل ورا شغل، بالاخير في اولوية الزوجي صح ولا لا بهذا الامر. لذلك الناس بيفكروا انه الجوانب انه انا ناجح في العمل، يا اخي انا ناجح بس الاهل والزوجه مش عم يبسطوا من حياتي، انا عم بتعب مشان مين، وبروح وبجي بشتغل على البيت وبروح وبجي، هني يعني بالاخير انت عم تشتغل لحتى ينبسطوا معك مش راح يفرحوا. لذلك النجاح بيكون متوازن. يقول ستيفن كوفي اصلا النجاح الاساسي هو من الاسره، اذا كنت ناجح باداره اسرتك فمنك تعمم هذا النجاح، لا يمكن انك تكون ناجح بعمل واسرتك انت مش نجحت فيها، ولا يعتبر نجاح اصلا، حتى لو نجحت بالعمل هذا ما يعتبر نجاح، لانك راح تخسر. راح تخسر في هذا المجال وراح تخسر صحتك وراح تخسر اشياء كثيره، وممكن كثير ناس عم تفقد ويصير طلاق بسبب هذا الامر، مضغوط بالعمل مضغوط بالعمل مضغوط بالعمل، وبالاخير الحياه مش عمل، لذلك لازم ننتبه ونركز على هذه النقطه. قتيبه، هل يمكن وضع اهداف وتطلع للغايه في واقع غير مستقر؟ طبعا. مين قال لا؟ فينك تسال وتشوف هوندا نفس اللي اسس معمل هوندا وماتور هوندا، اشتغلوا بالحرب العالميه الاولى دمر نص المعمل، او قبل كان عم يشتغل لتويوتا وما رفضت تصميمه، وبعدين بعد سنتين رجع اصر وضع حرب عالميه باليابان كانت، ورجع قدم وبعدين عمل معمله البسيط اتدمر بالحرب العالميه جزء منه، ورجع بنى المعمل صلحه، قام اجى زلزال باليابان ودمره، كان ما في استقرار، كان ينطر هو الطائرات تقصف الامريكيه تقصف اليابان حتى يروح يجيب الوقود او براميل الوقود تبع الطيران، هي بترجع تتركها وراء عشان تكون اسرع حتى يوجد، لانه باليابان ما في معدن، فهو كان ياخذ هذه ويشتغل فيها في اهداف توضعها. طبعا الاهداف بدك توضعها بمنطق الحياه اللي احنا عايشينه اليوم، فينا نشتغل كثير اشياء، ما فينا نقول الظروف غير مستقره، لانه كثير ناس اديسون حاول مئات المرات وكل مره فشل فشل، وكان بيوم من الايام يقولوا انه اديسون رفض من المدرسه بسبب انه غير ذكي وما الى ذلك. اينشتاين نفسه ضل 10 سنوات يبحث عن النظريه النسبيه، 10 سنوات يبحث ما مل. فاليوم اذا نحن ما وضعنا اهداف شو البديل؟ هذا هو السؤال. اذا انا ما وضعت اهداف شو البديل اللي ممكن انا اعمله؟ هل انا ممكن اعمل افضل اذا ما وضعت؟ هي خلينا نسال حالنا هذا السؤال، هل اضع اهداف واخطط لحياتي واولويات بكلفني شيء؟ واذا ما تحقق شيء، انا بدي اقول افترض افتراض ما تحقق شيء، شو بكون خسرت؟ لكن شو المقابل اذا انا ما خططت وضعت اهداف شو بكون اكتسبت؟ ابدا، على الاقل انت بتوضع اهدافك وبتخطط لها راح يكون في نتائج، صدقني وتطلع لغايه راح يكون في نتائج، هو انت اعمل وتوكل على الله، هي القضيه انك اشتغل ووضع الاهداف وتكتب الهدف، تكتبه على ورقه استاذ قتيبه 50% فينك تعتبر الهدف، لانه العقل الباطن ببلش يشتغل عليه، تشتغل على نفسك، بس انت اكتب الهدف ووضعه فوق منك، شوفه كل يوم وشوف انك شو بدك تقدم وتشتغل. سمير عم يقول، استاذ سمير اضعف الايمان تضع هدف يومك الحالي من الصباح، على الاقل جيب ورقه اليوم شو بدي اشتغل او قبل بيوم، هي على المستوى اليومي، لكن راح اشوف انه على المستوى الخططي على المستوى الاسبوعي افضل.
نقاط التركيز في المربع التالي: أنت في حاجة إلى الأداة التي تشجعك وتحفزك وتساعدك بالفعل على قضاء وقتك الذي تحتاجه في المربع الثاني. أنا لازم أعرف شو النقاط اللي بركز عليها في المربع الثاني. هي أن تنظم حياتك على أساس أسبوعي. كل ما بننظم حياتنا على أساس أسبوعي أكثر مرونة من اليومية. اليوم ممكن يصير عندنا مثل ما حكوا الزملاء ضغوط، يجرى عندنا ضيف، صار عندنا ظرف، فبيرتبك معنا اليوم. لكن خلينا نحن ننظم حياتنا على أساس أسبوعي، وكل أسبوع بنقارن أنجزنا شو هذا التدريب، لأنه التنظيم على الأساس الأسبوعي في مروني أكثر. يعني اليوم ما قدرت، بكرة ممكن أضغط على نفسي يصير معي وقت. اليوم جيت أقرأ هذا الكتاب مقرر ساعة، فما قدرت نصف ساعة، صار عندي ظرف وما زي، ثاني يوم ممكن ساعة ونص أو ساعة وربع، وبعد منه ساعة وربع. لكن بنهاية الأسبوع بكون أنجزت الساعات المخصصة لهذا الشيء، لأنه فعلا ممكن الإنسان خلال يوم يطلع له ظروف طارئة تعكس عليه هذا اليوم. لذلك خلينا نخطط على أساس أسبوعي أفضل. في عندنا البعد الخاص بالناس، أكيد أنت بحاجة إلى ذات تتعامل مع الناس وليس جدول فحص. أنت عايش مع ناس، يعني أنا بسلم وبروح على ناس، مش عم بسلم على الجداول وبتعامل مع الجداول وبتعامل مع وعي. أنت عم تعلم مع إنسان مثلك مثله، في حينك تفكر على أساس الفعالية عند التعامل مع الوقت، فإن الشخص الذي يتمحور حول المبادئ يفكر على أساس الفعالية في التعامل مع الناس. أنا بدي أحط وقت، لكن بدي أحطه بما يخدم تعاملي مع الناس وليس فقط إدارة الوقت، لأنه بالأخير إذا درت وقتي بشكل وركزت على الفعالية على إدارة الوقت راح أخسر الناس كلها من حولي، وخسارة الناس أصعب بكثير من خسارة الوقت. لأنه الناس مين هي؟ صديق، زميل، مدير، مرؤوس، زوجي، أب، أهل. هذول الناس اللي خسرتهم شو الفائدة أصلا من إدارة الوقت؟ فلذلك لازم يكون عندي هذه المرونة اللي نحن بنحكيها. أداة التخطيط التي تستخدمها هي أن تكون عبدا لك وليس سيدا. يعني الجدول هو أنا اللي مشي، مش هو اللي بيمشيني على طول. يعني أنا ما فيني أحط جدول ويمشيني هو كله على طول، يصير أنا تبع لهذا الجدول. فطالما أنها تعمل أجلك ولصالحك، فلا بد أن تكون منسوجة طبقا لأسلوب حياتك واحتياجاتك وأساليبك العملية وحياتك. يعني يا جماعة الجدول ما فيني أجيب جدول واحد وحطه على نفسي وقول إنه هذا الجدول الحلو، إنما أنا لازم أصنع جدول لنفسي، وهذا الجدول اللي بصنعه لنفسي هو اللي بيكون بيسجل مع حياتي مع عملي. كل إنسان أسلوبه عمل، كل إنسان له ظروفه في العمل، كيف ممكن أنا أضبطه؟ هذا هو الأساس اللي ممكن أشتغل عليه. 24 ساعة الكل متفقين على عنا 24 ساعة، بس الكل مش عم يستثمر 24 ساعة. تسأل فلان كم ساعة عندك باليوم؟ بيقول لك مش عندي وقت. أنت متوصف؟ بيقول لك مش متوصف. طب وين عم يروح الوقت؟ فإذا جبنا ورقة وقلم وكتبنا متى نستيقظ ومتى ننام، حطينا هذه وما بينه شو عم نشتغل، شو الشيء اللي عم نشتغل بيفيدنا بحياتنا. في كتير ناس بتكتشف انه عم تقعد على وسائل التواصل الاجتماعي 4 ساعات، مش بيحس هلا ربع ساعه وبعد شوي نص ساعه وبعد ساعتين بيقعد له ربع ساعه. فمجمل 4 ساعات، 4 ساعات شو عم تقدم لي؟ هل انا رح اعيش على وسائل التواصل الاجتماعي وتخدمني؟ ابدا. انت او هي او هو او هي او انت عم تحقق لنا نتائج كبيره هذه؟ ابدا. لذلك لازم يكون في عنا مرونة في حياتنا، ونوضع جدول بيخدمنا طبعا لطبيعة حياتنا. إمكانية حمل الأداة اللي هي هاي الأداة اللي بتنظم لنا حياتنا، لابد أن تكون أداة قابلة للحمل. يعني وين ما رحت ممكن سافر يجي يروح، هاي الأداة يعني أستطيع أنه أنا أخذها معي وتشتغل معي، لأنه أنا ممكن أتغير، سافر، روح على عمل، إجي مكان، ممكن سافر على بلد تاني، على محافظة أخرى، على منطقة أخرى. فلازم تكون هاي الأداة معي حتى أضل ماشي عليها وأعرف أنا كيف ممكن أتعامل معها. وهلأ اليوم بوسائل التكنولوجيا صار عندنا كتير فعالية لهذا الشيء، حتى الموبايلات فينا ننظم عليها جداولنا وأهمياتنا وتعطينا تنبيهات. حتى كل هذه الأشياء ممكن تساعدنا بهذا الخصوص. آخر شيء، كيف تصبح مديرة لنفسك في المربع الثاني؟ أول شيء تحديد الأدوار. حكينا عن لازم تحديد أدوارك. أنت شو أدوارك بالحياة؟ ممكن يكون أنا طالب بس أو ابن، ما عندي غير هالأدوار، وصديق، هذا الدور اللي عندي. فدوري أنا وين ركز اليوم؟ ركز على الدراسة لأنه أنا دوري الأساسي طالب، واهتم بأهلي وما إلى ذلك. فإذا ركزت أنا على الأصدقاء فقط، أصدقاء وبنسهر ونروح ونجي وننبسط بحياتنا، دور الطالب فشل عندي. وبالتالي الطالب هو اللي بيحدد المستقبل بالدرجة الأولى، صح؟ بوقت من الأوقات لازم أنا أركز على أنه أنا أكون طالب، خصوصا طالب بكالوريا مثلا، فلازم أركز على هذا الوقت واشتغل فيه بدرجة أكثر من الأمور الأخرى. يعني أصدقائي بشوفهم بالدوام، لكن هذا العام مخصص لحقق فيه أهدافي، وهو أن أتجاوز البكالوريا بعلامات جيدة وحقق الهدف اللي أنا بشتغل.
أنا مزارع، دوري مزارع، دوري أب، ودوري زوج. هي أدوار الموجودة عندي مثلا. فأنا على الزراعة حتى أنه أأمن معيشة وما إلى ذلك، بركز على البيت، على أبنائي، كيف أنه أهتم فيهم، بهتم بدراستهم، وأوفر لهم مال، ويكون عندهم ظروفهم كلها. لازم، ليش عم بشتغل بالزراعة؟ حتى أنا أهتم بأولادي وعائلتي، صح؟ فإذا لازم وازن، ما بدي أقضي حياتي كلها بالزراعة وبالأخير مش عم يشوفوني ولا عم بيهتموا، في نتائج مهمة جدا. بعدين عندنا تحديد الأهداف، طبعا لازم نحدد أهداف، لأنه بدون أهداف ما ممكن مو يكون مدير أصلا. ليش أنا عايش المربع الثاني؟ ليش أنا عم بخطط وبشتغل وبنفذ وبعمل حتى يكون في هدف أنه بدي أحدده؟ وبعدين وضع جدول، بعد كل هذه الأمور بوضع أنا الجدول، شو هي الأولويات تبعيتي اللي أنا بدي أشتغلها؟ بيجيني أصلا تدريبات، أنا بحكي عن، فبناء على التدريبات والخطة بصير أنا إنه لازم أركز عليه أول وبترك الثاني لبعدين. ما بدي أدخل اثنين ببعضهم حتى يتعبوني كثير وخلص، خلينا أنجز مهمة مهمة. حسب الأحيان الأولوية تيجي حسب الزمن، إذا في وحدة قبل وحدة فلازم أنت تركز عليها، لأنه هي زمنها قبل ومعها مساحة. وأنت بتشتغل هيك بتركز على هذا التدريب، بتركز على هذه الجلسة، فبتأجل الأمور الأخرى. أنجزت هذا الأمر، حطيت عليه إشارة إنجاز حلو، وانتقلت للمرحلة الثانية وهكذا. فهذا الجدول اللي بحققنا. معايشة العادة الثالثة اللي نحن بدنا نصير نعتادها في حياتنا، انا وانت وهو وهي، لازم نعيش بهي العاده، انه نرتب اولوياتنا. لانه رح احكي شغلي، ابدا ما حدا رح يجي يرتب اولوياتك ولا اولوياتك انت في الحياه. اذا انت وانت مش رتبتي اولوياتك، صدقني ما حدا رح يرتبها ولا رح يساعدنا في هذا الامر، لانه كل انسان عنده اولويات، وكل انسان رح يتعاطى معنا اصلا من ناحيه اولوياته. فبالتالي لا نزعل من الناس الثانيين اذا كان عندهم اولويات وعم يشتغلوا فيها، لازم نقدر هذا الشيء ونحن نركز على اولوياتنا بحياتنا، ويكون عندنا هذه المعايشة الحقيقية. لهم يكون هي العادة الثالثة، هي الأهم قبل المهم. عندنا المربع الثاني اللي هو هام وغير عاجل، لازم نركز عليه ونكتب بحياتنا شو هو هذا الشيء. إذا كنت عايش بالمربع الرابع غير هام وغير عاجل، لازم اترك هذا المربع واترك له هامش للرفاهية، شيء بسيط جدا بحياتي لكن ليس هو التركيز عليه. ولازم أعرف أنا ليش عايش بهذه الحياة، ولوين بدي أوصل، وشو الغايات اللي بدي أوصلها. كل التحية والتقدير، وبحيي كل النساء من هذا المنبر على أنه بكرة عيد المرأة العالمي، وبتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ويكون كل النساء بخير، وكل النساء تحقق أحلامها مثل الرجال، وتكون كلها يعني تبحث على أفضل وعلى طموح أكبر وعلى حياة أفضل إن شاء الله، وإن تساهم جنبا إلى جنب مع الرجل في تحقيق كل الأحلام والأهداف والغايات، وأن يكون هناك دوما تعاون في هذا الشيء. كل التحية والتقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.